الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على عمليات التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تجدسها خاصة في محاكم الأسرة. كما وجه الرئيس السيسي باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم. أكد وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 سامح شكري أن قادة العالم بذلوا جهودا كبيرة في إطار مواجهة قضايا التغير المناخي والتكيف. وخلال كلمة له ضمن فعاليات كوب 27 أضاف شكري أن مختلف الدول ملتزمة ولديها الإرادة لمواجهة التغير المناخي من خلال تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ الالتزامات والتعهدات. وأشار شكري إلى أن بعض المناقشات خلال المؤتمر كانت إيجابية وبناءة فيما يعكس بعضها الإدراك المتوقع لمخاطر قضية التغير المناخي. وأوضح أن برنامج التخفيف من تأثيرات التغير المناخي كانت له عدة نتائج، لافتا إلى أن الجميع يحاولون اتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة نحو قضية تمويل الخسائر والأضرار. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أكثر من 10 ملايين مواطن أوكراني حرموا من التيار الكهربائي خصوصا في منطقة كييف. وكانت عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قد تعرضت لقصف روسي. وأعلنت أيضا الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة تمديد قطع الكهرباء بسبب تدهور الوضع. تبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا يدعو روسيا إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا. وقال دبلوماسيان لوكالة فرانس بريس أن القرار الذي قدمته كندا وفنلندا وافقت عليه 24 دولة عضوا في المجلس من أصل 35 دولة، وصوتت أيضا روسيا والصين ضده، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت. وفي القرار الجديد يبدي المجلس قلقه الشديد من رفض روسيا لوقف هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا. وقال بلينكن لصحفيين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك إنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق، مضيفا أنه مهما كان الاستنتاج النهائي فإن الطرف المسؤول عن هذا الحادث المأساوي معروف في نهاية المطاف وهو روسيا على حد قوله. وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن روسيا تسعى إلى تدمير بنية أوكرانيا التحتية الحيوية. قالت كوريا الجنوبية اليوم إن بيونج يانغ أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابرا للقارات، وذلك بعد يوم من إطلاقها صاروخا أصغر. وذكرت وزارة الدفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات هو الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي ويمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة. من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة لبلاده، وصفا عمليات الإطلاق الصاروخية بأنها غير مقبولة. (تصفيق)
أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى، وفي سياق متصل أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة. وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة ستقوم دائما بالدفاع عن حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، وخاصة في هذه المنطقة. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.